ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم وهو اسطوري، ويلا بينا نلعب لعبة بوبجي. وانا بلعب في نبتة التسليح. ايه ده بقى؟ في حد مسمي نفسه حوبة بوبجي او حوبا؟ ايه الراجل ده؟ بصوا انا محترف فيها، اكبر احتراف في العالم. ايه ده؟ نقطة نقطة ضربة كده؟ هي كم طلقة ضربته؟ ضربته ضربة في ظهره من غير ما يشوفني. لا 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 لا، انت يا ولا، انت ايه كل ده؟ ده مرة موت ثلاثة ورا بعض. صدقوني صدقوني صدقوني. لا بقى، لازم تتحسب عليا لان انا ضربته طلقة الاول، ما ينفعش كده بقى. الغش ده، ايه ده؟ السلاح ده ما بيجيش في لعبة التسليح، ما بيجيش خالص. تعالى 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 تعالى، موته. هو انا خطر يا جماعة؟ انت يا ابن الذين، يا ابن الذين. بس في المرة اللي فاتت بتاع في فيديو بابجي لما كان شكلي خطر، ما كنتش بضرب عليهم. انت انت وانت انت جيت هنا. يا ولا يا غليس، غليس قوي مش كده؟ غليس قوي. في ناس كتيرة فوق، يعني اشمعنى بيجوا في الحتة دي؟ ما يجوا تحت هنا، حلو شكل شكل المكان حلو كده وواسع، ولا علشان بيضربوا حلو؟ ايه ده؟ ازاي نفسي اعرف ازاي بموت بالقوة دي؟ حاجة غريبة قوي قوي، وحاجة غريبة عجيبة مريبة، حاجة غريبة قوي عجيبة مريبة، حاجة غريبة عجيبة مريبة. انت ايه ده؟ حد ورايا؟ ايه حكاية ان الناس يضربوني من ورايا كده؟ تبقى حركة غلسة قوي. ونفسي اعرف هو رقم ان رقم رقم 2 و3 بس موته كام؟ وعديني بموت 7 و7، اديني موت 8 وخد سلاح. شفتوا ده اللي حصل له؟ بقى معايا سلاح 100 طلقة، واوحش اوحش اوحش سنايبر اللي بعديه ده اوحش سنايبر، مش عارفة اقولها كويس. خدي خدي خدي، اوحش سنايبر شفته في حياتي بجد. هو سنايبر شرير، سنايبر شرير، موته بيه الحمد لله. خدي خدي، اللعبة بتعلق. خدي، انت جاي رايح منين؟ بعدي السنايبر التحفة، بيضرب بيموت، بيضرب وبيموت، بيطلق بيضرب وبيموت. الحمد لله موتته. انا موت 11، وقال لي الاعداء بيجوا من هنا. ايوه لقيت حد تاني. ايه ده؟ ضربش ازاي؟ تخدي انا موت وانت دي. يا ابن الذين، انا الاول، لازم انا اللي اموت، انا اللي اموت. ده اغلس اغلس بندقيه، بندقيه غلسه قوي 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 قوي. كل البندقيات غلسه. موتك ده احلى بندقيه. خدي 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 خدي. هلسي نقطة، هلسي نقطة يا جماعة، شفتوا؟ يا لهوي هلسي نقطة. مش كويس السلاح ده، بحب قصدي المسدس ده. سلاح ايه؟ شكلنا هنكسب. ايوه ايوه ايوه.
طب ما تتحسب حقها، ما تتحسبش عليهم وما تتحسب عليا يعني. مش ثابت مسدس، مش ثابت مسدس، وحش قوي قصدي مسدس حلو شوية مش قوي، هو برضو وحش. يلا بس ما حل. يا لهوي بقى الناس، نفسي العب واحد لاني ما بخسرش لما يكون حد معاه حل. موت، اضرب 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 يا رب ما حدش يخسر يا ربي. اللي معاهم الحلات دول محترفين قوي. انا حاسس ان احنا هنخسر، وفي نفس الوقت برضو حاسس ان احنا لا 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 ياك. الحمد لله سيبوني انا اللي موت، بس الحمد لله كان هيموتوا. أيوة أيوة, ايوه 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 لازم اموت لازم اموت لازم اموت يا غالسين. بس اقوى واحد رقم 4. يلا اخيرا اخيرا موت واحد اخيرا. يلا فين الناس؟ ايه ده المنظر المقرف ده؟ ايه المنظر ده؟ وشكله كمان من بره وحش. وايه اللبس ده؟ لبس ديناصور. تعالالي تعالالي تعالولي، انا اصل هعمل الطلقات واروح لكم. بس اللي وصل الحل وقت الحل ده كان محترف، قصدي هو محترف اصلا. لا فرصتي 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 فرصتي. ليه يعني بقى؟ ما كان اصلا عبارة انا حقي اللي مو. يا ابن اللذينة تعالى خدي 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 خدي. رحت فين؟ راح في حته. لا 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 لا. الحمد لله بعدي الحله بعدي الحله بعدي بعدي الحله. يا رب اوصل للحله، ولا مره وصلت لها. يا رب اوصل لها، مش عايز اخسر مش عايز اخسر مش عايز اخسر مش عايز اخسر. يا ربي يا ربي يا ربي. ليه كانت اخر ضربتين حرام. طب بص انا عايز اعمل كده وكده 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 وكده. يعني ليه يعني كانت ضربتين من المسدس؟ خسارة يعني. قلت خلاص خلاص. الغليسة دي ايش؟ بص يا صحاب انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني، وحاجة غلسة قوي. ماشي سلام.